السلام عليكم. يقول مصطفى لطفي المنفلوطي: ما المرأة إلا الأفق الذي تشرق منه شمس السعادة على هذا الكون فتنير ظلمته. المرأة هي نصف المجتمع، بل هي المجتمع كله، فهي الأم التي حملتنا جميعا رجالا ونساء 9 أشهر، وتحملت كل الآلام من أجل أن نأتي إلى هذه الدنيا، ثم تحملت كل الصعاب لإسعادنا وراحتنا ولترانا أفضل الناس. المرأة هي مصدر الحنان الذي يرعى جميع أفراد الأسرة دون مقابل أو انتظار لأي شيء. هي الزوجة الوفية التي تقف سندا لزوجها. هي الأخت الحانية والابنة المطيعة. هي المعلمة والمربية ومصنع الرجال. وعلى مر العصور والتاريخ سطرت المرأة العربية أعظم التضحيات والروايات وقصص التحدي والنجاح. الصحابيات الجليلات اللواتي خضن مع الرجال المعارك وقتلن ببسالة، وكان منهن شاعرات أفذاذ وطبيبات وممرضات يداوين الجرحى. بلقيس الملكة العظيمة التي استقرت مملكة سبأ في زمنها وازدهرت وتمتع أهل اليمن في عهدها بالرخاء والحضارة والعمران، وكان ذكرها في القرآن الكريم بمثابة تقدير لمكانة المرأة وذكائها وحسن تدبرها في كل زمان ومكان. الأميرة فاطمة التي تبرعت بوقف يقرب 700 فدان وبكامل مجوهراتها لإنشاء المباني لصالح الجامعة الأهلية، والتي هي جامعة القاهرة الآن، واحدة من أعرق الجامعات العربية، والكثير الكثير عبر التاريخ من الأمثلة التي لا يتسع الوقت لذكرها. أما اليوم وفي عصرنا الحديث، حدث ولا حرج عما استطاعت المرأة العربية أن تقدم، وكيف تمكنت بالعمل والكفاح والإصرار من اقتحام مجالات هيمن عليها الرجال لعقود طويلة، ومجالات أخرى ليس من السهل على المرأة أن تقتحمها. تولت العديد من الأدوار المهمة في كافة مجالات الحياة الاجتماعية والعلمية، والمشاركة بدور مؤثر في ميدان التنمية الاقتصادية بما شغلته من مناصب قيادية وإدارية فاعلة، وصولاً إلى المناصب السياسية التي جعلت منها خير مساند للرجل في صنع واتخاذ القرار. منذ فجر التاريخ وحتى يومنا هذا لم تساهم المرأة العربية في بناء المجتمع بشكل فعال وحسب، بل كانت دائماً أساس تكوين المجتمع وتطوره، كونها في الأساس تمثل ركيزة بناء الأسرة والتي تمثل نواة المجتمع بأكمله. والآن بجانب رعايتها لبيتها وأسرتها وتنشئة أجيال جديدة صالحة، خرجت إلى العمل وتقف جنباً إلى جنب مع الرجال، تشاركهم تحمل أعباء الحياة وتشاركهم رحلة الكفاح والإنجاز والتطوير في كافة مجالات الحياة من أجل مجتمعها ورفعة وطنها، وهو الأمر الذي يفرض على الجميع ضرورة احترامها وتكريمها حق التكريم، وضمان حقوقها في المجتمع بما يحقق استقرارها المادي والنفسي، ويحقق لها مطالبها ويرعاها ويحميها من كل من يسيء إليها أو يحط من قدرها. الحضارات لا تبنى ولا تزدهر إلا بمشاركة النساء واحترامهم وتقدير وجودهم ودورهم في المجتمع. ستظل المرأة هي العنوان للمجتمع الصالح، وما كما قال نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، والله يحفظكم ويحفظ خليكم.